إخواني الأعزاء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. مرحبا بكم في سوق خميس بير جديد قبيل رمضان. ثمن البيض والزبدة والدجاج والخضر والفواكه، البيض البلدي جملة 46 ريال، 46 ريال، 1 درهم و30 فرنك. البيض البلدي هذا البيض البلدي الحقيقي، كاين واحد البيض ديال الأوز كاين ما بين 5 دراهم و8 دراهم للبيض. الزبدة البلدية 1700، 85 درهم. بيبي هذا الديك الرومي ابتداء من 75 درهم إلى 300 درهم، هادو كتلقى فيهم مولاهم 100 درهم والفوق. الدجاج 60 درهم للكيلو، الدجاج البلدي 60 درهم للكيلو. كاين الدجاجات ابتداء من 50 درهم، 60 درهم، 80 درهم. الدجاج هاد الوز سميتو الكنار، هنا فيهم مولاهم 100 درهم، عطاو 75 درهم، ما بغاش يبيعها. الدجاج الأبيض، الدجاج الرومي 21 درهم، 22 درهم. اقتراب رمضان ارتفع الثمن ديال اللحوم وديال الدجاج. بالنسبة للخيار 140، 7 دراهم. طماطم 5 دراهم. هنا الفلفل والخيار والقرع الأخضر كورشيت ابتداء من 5 دراهم إلى 7 دراهم، 8 دراهم. طماطم سوريز 6 دراهم، 5 دراهم. الطماطم العادية ابتداء من 5 دراهم، هذه سوريز رائعة جدا، 6 دراهم، 5 دراهم، 6 دراهم. السوق مازال خاوي في هذه الفترة اللي كنصور فيها، السوق مازال خاوي. هذا النوع ديال السوريز هو بحال بحال، جودة جيدة، 6 دراهم، 5 دراهم. الباذنجان 3 دراهم. الجزر 3 دراهم. ليشو كرنب واللفت بأنواعه، اللفت الأبيض الأصفر 3 دراهم. الفول جودة جيدة 3 دراهم. البسباس 3 دراهم. البطاطا الحلوة 3 دراهم. البطاطا الرومية ابتداء من 2 دراهم، من 2 دراهم حتى 3 دراهم على حسب الجودة ديالها. شفرور 3 دراهم، 2.5 درهم. بالنسبة للبصل 6 دراهم، 7 دراهم.
القرعة الحمراء 10 دراهم 8 دراهم. فلفل الحار 10 دراهم 8 دراهم 5 دراهم. بالنسبة للفواكه الليمون اللي هو 40، تفاح 10 دراهم بأنواعه، الليمون 7 دراهم، الموز 10 دراهم، بين 10 دراهم إلى 13 درهم على حسب الجودة. إخواني الأعزاء، شكرا لكم على تتبعكم، مرحبا بكم في فيديو آخر إن شاء الله.